بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بالإجابة عن تساؤل متكرر للإخوان الجدد حول ما هي شهور الإخفاء وما هي الاصطفافات المدارية، لأن هناك العديد من الإخوان الجدد يتساءلون عن هذه المعلومات بكثرة. وللعلم أن الطارق النيبيرو يمر أثناء السنة الأرضية بمرحلتين هامتين، الأولى هي الاصطفاف لأقرب ذروة مدارية، وتمتد هذه الفترة 4 أشهر من شهر ماي إلى شهر سبتمبر، والثانية لأبعد ذروة مدارية حيث تدخل الأرض في شهور الإخفاء التلسكوبي، فنسميها شهور الإخفاء لأن الرصد التلسكوبي أو المنبع الدخيل أو الجرم الذي نتابع ونريد رصده يختفي وراء الشمس. وتمتد أيضا 4 أشهر من شهر يناير تقريبا إلى أبريل. في هذه الفترة يكون نيبيرو مختفيا وراء قرص الشمس، أو بمعنى آخر يغطي ضوء الشمس مكان تموضعه في الأبراج الجنوبية من سماء الأرض، بالتالي تكون الأرض قد دخلت في تلك الأبراج الجنوبية ويكون ضوءها معيقا لرصد ورؤية الرؤية التلسكوبية للنجم المذنب. ويلاحظ فيها في هذه الأشهر تفاوت الإطباق الحقلي حسب قرب نيبيرو من الأرض أو بعده عنها، الأرض حول بمدارها حول الشمس، لأن نيبيرو يأتي نحونا بزاوية ورود محددة، لكن الأرض بمدارها حول الشمس هي التي تغير جهة النظر الظاهري، أي ما يظهر للذي ينظر إلى السماء. وبعد الخروج من شهور الإخفاء نجده يظهر لنا في كوكبة الجدي، فهو يتحرك ظاهريا ما بين كوكبة الجدي والقوس، وذلك تباعا لحركة الأرض حول الشمس في مدارها. وسنأتي على شرح هذه الأمور بالتبسيط على الصور لكي تتضح الأمور. قلنا أن الأرض تمر من مرحلتين، المرحلة الأولى هي التي نحن فيها الآن، عندنا هنا مدار الأرض كما يظهر لنا، فينوس أو عطارد الزهرة، عطارد المريخ، ثم عندنا هنا مدار المشتري والنجم المذنب يتواجد في هذه النقطة هنا تقريبا، بالتالي فهو لنلاحظ معنا سوف ننظر هكذا. الأرض كما تشاهدون مختبئة وراء الشمس ها هنا، ولا يمكن رؤية زائرنا حيث أنه يتواجد في هذه النقطة ها هنا. وإذا تحركنا بالتوقيت إلى شهر ماي، سوف نقوم بتحريك الوقت، تشاهدون الأرض تتحرك في فبراير، صرنا مارس، أبريل، هنا ماي. في شهر ماي تكون الأرض ها هنا، ويكون الكوكب المذنب في هذه النقطة، تخرج الأرض من دائرة، كما تلاحظون تخرج الأرض من دائرة ضوء الشمس بالنسبة للكوكب المذنب، بالتالي نخرج من شهور الإخفاء. و تستمر الأرض في الدوران على هذا النحو
في مدارها حول الشمس حتى نصل هنا شهر 7 أو أواخر شهر 6، لنقل هنا نصل إلى أقرب ذروة مدارية، وعندنا شهرين في هذه المنطقة بعد الخروج من شهور الإخفاء في هذا الجانب، وشهرين أخرى في هذا الجانب يكون فيها الكوكب المذنب في الجهة الجنوبية الغربية، ويظهر قبل المغرب قبل غروب الشمس، حتى نصل كما قلت لأقرب ذروة مدارية حيث تصطف الشمس الأرض والكوكب المذنب، ثم تبدأ الأرض في دورانها. وصلنا إلى سبتمبر، تنتهي أقرب ذروة مدارية. قلنا أن الأرض بمدارها تتحرك جهة اليسار، بالتالي فالكوكب المذنب يظهر لنا على الأرض ظاهرين بأنه يتجه إلى اليمين إلى كوكبة القوس. حين ندخل في شهور الإخفاء فإنه يكون قادما من جهة اليمين باتجاه اليسار، لأن الأرض يتحول مسارها من اليسار إلى اليمين، بالتالي فهو يعكس اتجاهه الظاهري ما يظهر لنا نحن على الأرض إلى جهة اليسار باتجاه كوكبة القوس، وهذا تماما ما سنراه حين نتحول إلى الخريطة الفلكية لشرح هذه النقطة، فهي مهمة. عندنا هنا على الخريطة الفلكية هذه كوكبة القوس والشمس بكوكبة القوس. الآن الموقع الظاهري حيث يتواجد كوكبنا في هذا التوقيت من العام يتواجد هنا، فهو يقترب متجها إلى الجدي. كما قلت كما شرحت، كلما ذهبنا باتجاه اليمين يظهر لنا كأنه يرتد إلى اليسار، وحين نصل لأقرب ذروة مدارية ونتجه نحو شهور الإخفاء في اتجاهنا نحو اليسار، فإنه يظهر لنا كأنه يعود إلى اليمين في اتجاه كوكبة القوس حتى يصل لهذه النقطة عند أقرب نقطة مدارية عند دخولنا في شهور الإخفاء، يكون عند هذه النقطة ثم يلتف من جديد، وهذه هي الحركة الظاهرية له وعلى خط مسير الشمس. فكما ترون معي هنا القمر، عندنا هنا القمر فهو على خط مسير الشمس أيضا، لكن كما شرحت سابقا فهو يتحرك على خط مسير الشمس، والشمس كذلك شرحنا في حلقة سابقة بالنسبة للمتابعين بأن الشمس كانت قادمة من هذا الاتجاه، والكوكب المذنب يمر ها هنا يصل عند رأس الرامي. سوف نعود بالتوقيت بعض الشيء لكي يظهر لنا وتظهر لنا كوكبة القوس بشكل تام. فعندنا هنا الرامي، فالكوكب المذنب يصل لهذه النقطة ويتجه مع خط مسير الشمس، فالشمس تتحرك في هذا الخط وهي متجهة نحو كوكبة الجدي، بينما الكوكب المذنب الآن في هذه المنطقة تماما. وإذا أردتم، لكن لا أهمية للإحداثيات الآن لأنه لا يوجد رصد لأننا في شهور الإخفاء. فآخر نقطة أو أعمق نقطة يصل إليها الكوكب المذنب يصل لهنا عند صدر الجدي ها هنا، ثم يرتد من جديد في اتجاه كوكبة القوس، وهذه هي الحركة الظاهرية له. وكما قلنا فالقمر مر من هذا الخط تماما، إلا أن القمر هو يسير على خط مسير الشمس لكن بتفاوت درجات إلى الأسفل وإلى الأعلى، وقد شرحت هذا بالتفصيل في حلقة حول القمر. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.